لا لا الحمد لله، عيطاتي ما عندهاش مهار ديالها، لا الصغار ولا الكبار، اي جيل تيجي تبارك الله مني تيفهم يكبر شويه تا هو كيمشي مع هذا الاتجاه ديال العيطان. ايوا تبارك الله على هاد الشباب، تا هما راه دايرين داكشي زوين وراه غادي مزيان، الجمهور مزيان ينوع عليه شويه من هنا وشويه من هنا. ما يمكنش تبقى غير العيطه بوحدها، كاين العصري كاين الشعبي مزروق يعني كيقولوا براول تواشي هادو، والعيطه تتبقى عيطه. الدراري هاد الشباب يفهموا لان هي تاريخ ديال البلاد ديالنا، راها العيطه كلها معنى يعني على التراث ديالنا ديال البلاد، هذيك ما خصهاش تموت. مازال العيطه باغينها هاد الشباب، مازال العيطه ما تموتش. احنا من لا من الشعب اللي دار الشعب، احنا ما غير مزيان تكون الهانه بشويه بلطافه ماشي بفوضى. فوضى ما باغيناش لهاد البلاد، نبغيو ليها السلم ديما. مين اللي يهضر على حقه ما شي مشكل. تحية ماشي غير الجمهور ديالي، المغرب كله من طنجة للقويرة تحية ليهم، ورمضان مبارك بالصحة والسلامة والهنا والسلم لهاد الأرض السعيدة، وسيدنا الله ينصرو لينا ويخليه لينا بطول عمره، وتنتمنى لهاد الأرض السعيدة تبقى ديما في السلم والهنا إن شاء الله والفرح على جميع الأمة الإسلامية. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.